جميع الحقول والمنشآت النفطية الواقعة شرق نهر الفرات باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. حملة عاصفة الجزيرة التي أطلقت في ريف مدينة دير الزور كبدت تنظيم داعش خسارة آخر 9 حقول نفطية كانت في قبضته شرق سوريا. ويعد حقل العمر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 30,000 برميل يوميا أحد أهم الحقول النفطية المستعادة. قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على جميع الحقول النفطية شمال شرق سوريا، مثل حقل العمر، حقل التنك، حقل الصيجان، حقل الجفرة، حقل الأزرق. وبهذا الشكل يكون التنظيم فقد قدراته الاقتصادية. الدمار والخراب يملأان أغلب الحقول المحررة من داعش، وإنتاج النفط متوقف تماما. فحقل العمر وغيره من المنشآت النفطية التي اعتبرت دعامة تمويل العمليات العسكرية لداعش كانت هدفا لطائرات التحالف الدولي على مدى السنتين الماضيتين. بعد أن سيطر تنظيم داعش على نحو 60% من حقول البترول في سوريا، شكل النفط قرابة 75% من إيرادات التنظيم. فالذهب الأسود كان الممول الرئيس لتمدد عالم داعش الأسود في سوريا والعراق. وتشير أكثر التقارير تحفظاً إلى أن التنظيم كان ينتج أكثر من 50,000 برميل يومياً من هذه الحقول شمال شرق سوريا. احتل داعش أكثر من 20 حقلاً نفطياً في سوريا، واستغل التنظيم واردات النفط التي قدرت بمليون دولار يومياً في تجنيد المقاتلين، واعتبرها عاملاً رئيسياً لبقائه وتمويل طموحه. وقام مقاتلو داعش بفتح أسواق محلية لتجارة النفط الخام، كما اعتمدوا على السكان المحليين لتكرير النفط بطرق بدائية. على أيام داعش كنا نشتغل على الطريقة البدائية، يعني عراقات بدائية. كان يجينا النفط الخام صهاريج كبيرة من البيار، طبعا بالدولار كانوا يتعاملوا به. تقريبا البرميل كان يكلف شي 50 دولار، وإحنا كنا نأخذه من الصهاريج الكبار ونحطه بهاي الحراقات البدائية، ونشغل جوال نار عن طريق الحرارة نعزله كل مادة لحالها. ولتجنب غارات التحالف الدولي، اعتمد تنظيم داعش نظاما خاصا لتسجيل بيانات الشاحنات والناقلات المخصصة لتهريب النفط. هيبار عثمان، الحرة، من الريف الشرقي لمدينة دير الزور.